ما معنى رؤية الفأر أو الفأرة في الحلم؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم إخواني وأخواتي، ومع حلقة جديدة من برنامج تفسير الأحلام. وفي هذه الحلقة سنتعرف على معنى رؤية الفأر أو الفأرة في الحلم ومعناها لمن يرى الرؤية. أولا يا أخوة، الفأر أو الفأرة ترمز للشر، ترمز لرجال خبيثين يريدون التفريق بين الناس أو يخربون بين الناس أو يريدون فعل فحشاء مع من يرى الرؤية. الفأر يا أخوة والفأرة أيضا ترمز لأعداء حولكم، وقوتهم تختلف على حسب حجمهم. فالفأر الكبير يا أخوة يدل على عدو قوي وله قوة وله مكر وله فهم وله علم، فاحذروا من أعدائكم. والفأر المتوسط الحجم يدل على عدو لكن قوته ليست بقوية وعلمه ليس بكثير، ولكن هو يسعى على إيذائكم ويسعى على التفريق بينكم وبين أحبابكم بكم، ويسعى على خراب أرزاقكم، فاحذروا من أعدائكم. ورؤية الفئران الصغيرة أو حديثة الولادة كلها علامات بأنهم أعداء جدد لكم، وبأنهم أعداء لكن قوتهم ضعيفة وعلمهم قليل، ولكن هم أعداء يتكونون حولكم، فاحذروا من رؤيتهم. قتل الفأر أو الفأرة في الحلم يدل على النصر على أعداء والخلاص منهم ومن أذاهم. فلو الأخ أو الأخت شافوا أنهم بيقتلوا فأر في الحلم أو بيقطعوا رأسه أو بيدوسوا عليه بأقدامهم وبيموتوهم، هي بشارة حسنة تدل على أن لكم أعداء لكن الله أهلكهم، والله صرفهم عنكم وكفاكم شرهم وزال عنكم همهم وحزنهم وحسدهم وسحرهم. رؤية صيد الفأر يا أخوة هو يدل على أنكم تمكرون بعدو ويمكن الله لكم. فلو الأخ أو الأخت شافوا أنهم بيحطوا مصيدة فئران وصادوا الفأر في الحلم والفأر أصبح في المصيدة، سواء قتل في الحلم أو لم يقتل، هي كلها علامات محمودة تدل على أنكم تمكرون بعدو لكم، وسوف ينصركم الله على هذا العدو، وسوف ينتقم الله عز وجل من هذا العدو ويهلكه عن قريب. رؤية الفأر في الملابس هو عدو يريد أن يفرق بينك وبين زوجتك، عدو يريد أن يفرق بينك وبين من تحبي أو من تتزوجي. فلو الأخت شافت فأر في ملابسها أو الأخ شاف فأر في ملابسها، احذروا من رجل حولكم او امرأة حولكم خبيثين يريدون التفريق بينكم ويريدون الخراب لبيوتكم ولأرزاقكم. رؤية الفأر او الفأرة داخل الحذاء هي رؤية غير محمودة، تدل على ان هناك رجل خبيث فاسد او امرأة خبيثة فاسدة حول من يرى الرؤية. فلو كان رجل رأى الرؤية يحذر من امرأة خبيثة حوله تريد فعل الفحشاء معه او خراب بيته، او يحذر من رجل فاسد حول زوجته يريد فعل الفاحشة مع زوجته. وكذلك للمرأة، لو شافت فأر في حذائها تحذر من امرأة فاسدة حول زوجها تريد ان تأخذ زوجها منها، او تحذر من رجل خبيث حولها يريد ان يفعل معها الفاحشة او الزنا، ولا حول ولا قوة الا بالله. رؤية الفأر على السرير تدل على رجل خبيث او امرأة خبيثة يريد ان يفرقوا بينكم وبين من تحبون، او بينكم وبين ازواجكم وزوجاتكم، فعليكم بتحصين انفسكم بالرقية الشرعية، وان تحصنوا اهل بيتكم بالرقية الشرعية، وان تحصنوا بيوتكم بالرقية الشرعية. واحنا عملنا حلقات كثيرة عن الرقية الشرعية على القناة الاولى والقناة الثانية لنا لتفسير الاحلام، شاهدوها وافعلوها واجعلوها تقرأ في بيوتكم حتى يحصنكم الله من هؤلاء الأعداء الخبيثين. فرؤية الفأرة أو الفأرة على السرير أو المخدة أو اللحاف كلها علامات غير محمودة، احذروا من أعداء يريدون تفريق بيتكم ودماركم، وعليكم بتحصين أنفسكم بلا إله إلا الله وبالرقية الشرعية، والله ينصركم وحسبنا الله ونعم الوكيل في من يريد إيذائنا وإيذائكم. رؤية الفأر في الحمام تدل على رجل خبيث أو امرأة خبيثة لا دين لهم، يفعلون السحر ويفعلون المكر ويفعلون النميمة، وليس عندهم دين ولا أخلاق ولا يتزينون بأي خلق حسن، فاحذروا من أعداء حولكم ليس عندهم دين وهم أعداء سوء، وحصنوا أنفسكم وبيتكم بالقرآن وبسورة البقرة وبالرقية الشرعية وبالدعاء أن يحفظكم الله عز وجل. رؤية الفأر أو الفأرة في المطبخ أو على الأكل يدل على أن لكم عدو في باب رزقكم أو في مكانكم
مكان أرزاقكم. فلربما الرجل الذي يرى هذه الرؤيا له عدو في عمله أو في مكان رزقه، فاحذر يا أخي منه. ولربما المرأة التي ترى هذه الرؤيا لها عدو في مكان عملها أو وظيفتها أو دوامها، فاحذروا من عدو لكم، تريد أن تفسد عليكم أمور أرزاقكم وتريد لكم المشاكل. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. رؤية الفأر أو الفأرة في الطريق أو أمام بيتكم أو في الطريق الذي تسيرون فيه هو عدو حولكم، فاحذروا منهم. لربما جار لكم أو لربما شخص يعيش في حيكم أو في شارعكم أو في حارتكم، فاحذروا منهم واحذروا من شر من حولكم ولا تثقوا في أحد. رؤية الفأر في المواصلات كرؤيته في السيارة أو رؤيته في الباص أو الأتوبيس أو أي شيء يركب كالطائرة والسفينة هو عدو لكم في مجال سفركم أو في مجال رزقكم أو في طريقكم. فهذه الرؤية جاءتكم لتحذركم من عدو ما ستقابلوهم أثناء العمل أو أثناء السفر، وعليكم الحذر من هؤلاء الأعداء. وضع سم الفئران يا أخوة أو وضع أي شيء يقتل الفأر في الحلم هي بشارة محمودة تدل على أنكم تعرفون من هم أعدائكم، وتدل على أنكم ستنتصرون عليهم، وتدل على هلاك أعدائكم عن قريب. رؤية الفأر يتحول إلى ثعبان أو إلى عقرب دليل واضح على أن لكم عدو يفعل السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعقارب، وصنف يحلون ويضعنون. فرؤية الفأر يتحول إلى كلب أسود أو يتحول إلى ثعبان أو يتحول إلى عقرب، كلها علامات تدل على أن لكم عدو يفعل لكم السحر، يفعل لكم الأذى، وعليكم بالحذر وأن تحصنوا أنفسكم وأهليكم وبيوتكم بالرقية الشرعية. وقتل هذا الفأر أو قتله حين يتغير إلى ثعبان أو عقرب كلها علامات محمودة تدل على شفائكم من سحر فعل عليكم من عدو، أو شفائكم من حسد فعل عليكم من عدو خبيث يفعل السحر ويفعل المكر. فالفأرة عامة يا أخوة أو الفأرة في الحلم هي بشارة غير محمودة، رؤيتها جاءت لتحذركم من عدو وتحذركم من شر، وجاءت لكي تحذركم من شرهم. فعليكم بالإسراع بالرقية الشرعية وأن تعرفوا من هم أعدائكم وأن تبتعدوا عنهم وتحذروا منهم. هذا والله وحده أعلم. يا رب يا أرحم الراحمين، يا رب يا عالم الغيب والشهادة، يا من لا يخفى عليه أمر في الأرض ولا في السماء، يا من بيده الملك، يا من يعلم السر وأخفى، اللهم انصرنا على كل من يعادينا، اللهم انصرنا على كل من يريد بنا الإيذاء والحسد والسحر والمكر، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم ارفع رايتنا وثبت الأرض من تحت أقدامنا، واخفض راية أعدائنا وزلزل الأرض من تحت أقدامهم برحمتك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، أنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل من بين أيدي أعدائنا سدا ومن خلفهم سدا فأغشيهم فهم لا يبصرون. اللهم اجعل مكر أعدائنا في نحورهم، اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهلكهم بأنفسهم وبالظالمين أمثالهم، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا وأهلينا وأزواجنا وزوجاتنا وذرياتنا وبيوتنا من بين أيديهم سالمين غانمين معافين، واحفظنا وأمننا وسلمنا وتقبلنا وتقبل منا وارحمنا برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.